بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا وطب قلوبنا محمد خير مبعوث للعالمين، وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الله أسأل أن يرزقنا حسن النية. ينبغي للطالب، لطالب العلم، يعني من الأشياء التي ينبغي لطالب العلم أن يعملها، أن يستعد للدرس قبل أن يتلقاه، فيطلع عليه ويعرف مضمونه من حيث الجملة، ويرجع إلى ما يرجع إلى ما ينبغي أن يرجع إليه من كتب في الحديث أو التفسير أو الفقه. يعني لما كنا صغار في المدرسة، آباؤنا يشترون لنا الكتب للسنة القادمة، كنا يعني نطلع على هذه الكتب. تدخل على المدرسة أول السنة بيكون عندك اطلاع على الكتب التي ستدرس بها خلال السنة. بعض الناس ميولهم للرياضيات يطلعون على كتاب الرياضيات، بعضهم ميولهم للغة العربية يطلعون على كتاب اللغة العربية، بحيث لما تدخل إلى الفصل ويبدأ الأستاذ بالدرس يعطي درسا من هذا الكتاب، انت عندك خلفية، انت هذا الكتاب اطلعت عليه قبل ذلك. ثم اطلاعك عليه قبل ان تأتي الى الدرس يجعلك تضع اسئلة في اشياء قد ما تفهمها، بتحط اسئلة وتستمع الى شرح المدرس، فإذا كان أجاب على الأسئلة من خلال شرحه هذا حسن، وإن لم يجب، إن لم يتعرض لما عندك من الأسئلة تستطيع أن تسأله، وهيك بتسهل على حالك كتير وبصير عندك يعني باب أقوى للاستيعاب والفهم. وهذا الذي نقوله ليس مما يسمى عند البعض اليوم التنظير، لا، هذا حقيقي. يعني اللي بده يشتغل على حاله هيك بده يعمل، بده يحضر. فينبغي أن يتهيأ جيدا لتلقي الدرس وفهمه، طبعا من غير أن يتصدى أو أن يهجم على تفسير عبارة في الدرس أو على شرح عبارة من تلقاء نفسه أو بمجرد الاعتماد على مطالعته هو. يعني تفسير عبارة أو شرح عبارة بده يكون عندك في تلقي، إذا سامعوا من الثقة أوكي جيد، أما إذا لم يسبق لك أن سمعت تفسير هذه العبارة أو سمعت شرحها، يعني لا تهجم على تفسيرها من تلقاء نفسك، لا بد أن يكون لك فيها نقل، لا بد أن يكون لك فيها نقل. فإن لم يكن لك فيها نقل تنتظر شرح الأستاذ، ما هو شرحه، ما هو تعليقه، تنتظر ذلك. واحد من أحبابنا كان يقرأ على شيخنا رحمه الله في بعض الكتب، وكان واضحا أنه لم يكن مستعدا للدرس قبل أن يأتي ليتلقاه عن شيخنا، ما كان اطلع على الدرس ولا اطلع على الكتاب، جاب الكتاب معه ما عارف شو فيه، شو بيقول المؤلف، قال لك خلص بقرأ على الشيخ، هلا إذا أخطأت الشيخ يصوب لي.
فقال له شيخنا مرشدا له معلما له: يا فلان، ألا تعلم أن الطالب يهيئ درسه قبل قراءته على المدرس؟ معناه إن لم تكن تعلم ذلك فاعلم الآن، في المرة القادمة هيئ درسك قبل أن تأتي إلي لتقرأه علي. بالدروس العامة في المساجد عادة كثير من الناس يجلسون في هذا الدرس، ونرى العدد كبيرا وكأنهم يستمعون إلى حكواتي، يعني وضعهم حالهم ما بيكون حال طالب العلم، حالهم لا يكون حال طالب العلم. منه جاي طالب علم بالمعنى الحقيقي لطالب العلم، لا في دفتر ولا في قلم، عم يسمع، وقد تجده يجلس في آخر الصفوف، والمسجد مليان هو بآخر الصفوف، ولا بركة المجلس. ما ليس هذا شأن طالب العلم. فيما مضى لما كان شيخنا يعطي في المساجد، كثير منا كان يعني يأتي باكرا ليأخذ مكانه في الصف الأول ليكون أقرب إلى الشيخ بحيث يسمع كلام الشيخ واضحا جليا. شو اللي حرك له الأمر؟ لو بده يتصور مع الشيخ؟ لا، حتى يجلس بمواجهة الشيخ فيسمع منه فيكتب عنده. هيك بتلاقي عندك بعد ذلك حصيلة من الدروس كبيرة جدا. كذلك من المهم لطالب العلم أن يكون عنده اعتناء وحرص على إحضار كتابه معه. في ناس بيترك كتابه في مجلس العلم، لو عنده مثلا قرر له حصة في الأسبوع مع الشيخ يقرأ عليه في هذا الكتاب، بيخلي الكتاب عند الشيخ، وعنده أسبوع ببيته ولا فتح هذا الكتاب، لا يرجع يصير دوره يقرأ على الشيخ: وين الكتاب حطيته هون؟ أقول لك ما لقيته، أنا كنت حاطه هون. يا أخي ما هذا منه بيتك، هذا منه بيتك. بعدين هذه نقطة. النقطة الثانية، طيب خلال أسبوع شو راجعت بهالكتاب؟ إذا ما بدك تحضر الدرس القادم للدرس القادم، طب ما راجعت الدروس السابقة؟ كمان هذا منه عمل طالب العلم، هي مع شيء من المجهود بيمشي الحال، مع شيء من طرح الكسل جانبا والعزم والنية الصافية لله تعالى والهمة بيمشي الحال. بس اللي بده يجي يقعد بالدرس مستمع وشو معلق بذهني خلاص ماشي الحال، ما هذا منه مشروع طالب علم، هذا ليس مشروع طالب علم. فكذلك ينبغي لطالب العلم أن يعتني بإحضار كتابه معه، بس الكتاب لا، وما يحتاجه مما سوى ذلك. يحتاج قلم بالمجلس، وتشوفوا لي قلم، مين معه قلم زيادة؟ لا، جهز حالك. قد يحتاج إلى الكتابة بحيث لا تتسع الورقة، هامش الكتاب ليكتب عليه، بده يكون معه دفتر. شو بيحتاج؟ بده يحضر. هذا العلم الذي تتلقاه من أهل المعرفة، من أهل العلم الثقات، هذا يدفع عنك أعداءك الثلاثة:
شياطين الإنس وشياطين الجن والنفس الأمارة بالسوء. طيب رايح أنت بدون تسلح بسلاح العلم بما يحتاجه العلم، لا معك كتابك ولا معك دفتر ولا معك ألم. طيب إذا واحد سمعه خفيف جدا وبده يتساير مع أصحابه شو بيعمل؟ بيجهز، بيجيب السماعات تبعيته وبحط ردينته ليسمع. وهكذا طالب العلم في أدوات يحتاجها تكون معه، منها الكتاب، منها الدفتر، منها القلم. وبيبرئ، كانوا فيما مضى طلاب العلم يجهزون أكثر من قلم، لأنه كانوا يبرؤوا بري مش مثل قلم رصاص، كانوا هيك ويغطوا بالحبر ويكتب. قد تنكسر هيدي، شو بيعمل؟ ما كنت عامل حسابي، بيروح عليه، قد تنكسر بأول الدرس، راح عليه بقية الدرس، شو بيعمل؟ فيجهزوا حالهم. طالب الجامعة شو بيعمل؟ بيروح هيك عم بيطوطح بإيديه، ما بجهز حاله؟ هذا أولى، هذا أولى. شيخنا يروي بإسناده إلى الحافظ ابن حجر العسقلاني، والحافظ ابن حجر أيضا بإسناده إلى محمد بن الحسين الآبري، له كتاب مناقب الشافعي، ومنه بإسناد ثابت كما في كتاب توالي التأسيس قال: سمعت أبا بكر أحمد بن الحسن البيوردي البيوردي يقول: سمعت أحمد بن الحسن الصيدلاني بجرجان، جرجان منطقة، يقول: سمعت ابن علوية الرزاز الجرجاني الفقيه يقول: سمعت الربيع بن سليمان فسطوه المرادي يقول: سمعت الشافعي رضي الله عنه يقول، مع إمامنا الشافعي ونحن نقلد مذهبه، مع هيك شو بقول الشافعي بهالأمر؟ من حضر مجلس علم بلا محبرة وورق، من حضر مجلس علم بلا محبرة وورق كان كمن حضر الطاحون بغير قمح. شو رايح تعمل بالطاحون؟ إذا ما معك قمح شو رايح تعمل؟ رايح تسمع ضجيج الرحى؟ وكما روى الدارمي وابن أبي شيبة عن سيدنا عمر رضي الله عنه، كما روى ابن أبي شيبة عن ابن عباس رضي الله عنهما، كما روى محمد بن سلامة القضاعي عن أنس رضي الله عنه موقوفا على كل منهم، يعني ليس مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ليس من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، عن سيدنا عمر أنه قال: قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. وروى البيهقي عن عبد الله بن حنش قال: رأيتهم طلبة العلم عند البراء، الصحابي البراء بن عازب، رأيتهم عند البراء يكتبون بأطراف القصب، القصب اللي بيعملوه ببرو ليصير مثل القلم، بحطوه بالحبر. رأيتهم عند البراء
يكتبون بأطراف القصب على أكفهم، على أكفهم حتى ما يضيع هذا العلم. قيدوا العلم بالكتاب، هذه اللي بيسموها الطلاب فيما مضى عندنا في لبنان إذا راح الامتحان شو بيسميها؟ روشتة. شو يعني روشتة؟ يعني بيكتب أجوبة الأسئلة تاعت الامتحان اللي بتوقع أنه تأتي على ورق صغير، ساعة بيكتب على ثيابه، ساعة بيحط على كفه، ساعة بيحط ورقة هون مع مغيطة وبيسحبها وبيشيلها، حريص على أنه ينجح بالامتحان. بس وين معلوماته؟ ما في معلومات. أما بعلم الدين ما تضيع فرصة. الحكمة إيش؟ ضالة المؤمن. شو يعني الضالة؟ يعني الشيء الضائع، شيء ضائع. ووجدك ضالا فهدى، عن النبي عليه الصلاة والسلام. على أحد التفاسير أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان صغيرا ضل في بعض شعاب مكة ضايعا، فهداه الله تعالى إلى الطريق ليعود. لكن على تفسير آخر، وهذا تفسير قوي، العرب تسمي الشجرة التي لا شجرة حولها، كانوا يجعلونها علامة ليهتدوا بها، علامة هذا في هذه الشجرة. طيب ما بتقول عم بدل واحد على بيت، بتقول له تحت الغيمة بيتي، ما الغيمة بتروح. بس هذه الشجرة في مكانها لا شجرة حولها، كانوا يسمونها الضالة، لأنهم بها يستدلون إلى الطريق الذي يوصلهم إلى مقصدهم. ووجدك ضالا فهدى، أي أنت لهم كالضالة يهتدون بك إلى الحق. الحكمة ضالة المؤمن، إذا ضيع شيء، سلسال ذهب، سلسال ذهب عيار الديل 24، ثم وجدته في الطريق تتركه؟ تتركه؟ لقيته وبعدين مشيت؟ لا، هذا ضالتك، هذا الذي تطلبه، هذا الذي تنشده، تتركه خلص ما شاء الله لقيته ومشيت. الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها التقطها. أنت صح لك توصل لعندك، تقول ما بدي بعدين، هذه ضالتك، هذا الذي ينبغي أن تبحث عنه. فإذا وجدته تتركه؟ هؤلاء من حرصهم على العلم الصافي كانوا يكتبون بأطراف القصب، مش قلم ستيلو وباركر وهش بسموه هذا البيك وسريع الكتابة، يغطوا ويكتب يغطوا قديه بدها تاخذ وقت، فيها مجهود. كانوا يكتبون بأطراف القصب على أكفهم حتى لا يضيع منهم هذا العلم. كما قال القائل: العلم صيد والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الموثقة. طب هذا التحضير للدرس، بتروح لدرسك تطلع على الدرس قبل أن تأتي إلى المدرس، تأخذ فكرة عن الدرس وموضوعه، عن شو بيحكي، طرأ عليك أسئلة تكتبها بتجهزها، ثم تأتي معك دفترك ومعك قلمك، جيت عند المدرس، المدرس بدأ يشرح، إذا كان أجابك على هذه الأسئلة من غير أن تسأل جيد، فإن لم يتطرق إلى موضوع الأسئلة التي عندك تسأله، لأنه تسأل بالدرس.
اما بتقعد تسمع بتسمع بتسمع لا بتسجل ولا بتطلع. قديش بدك تتذكر انا ولا انتو؟ قديه بدنا نتذكر من مجرد سماع درس من غير تقييد؟ قديه بدنا نتذكر منه؟ هيك هيك انت طالب علم جاي لله تعالى تكمل الادوات تبعيتك العدة تبعيتك كملها. وروى البيهقي في المدخل عن عروة بن الزبير رضي الله عنهما. عروة بن الزبير بن العوام، مين الزبير بن العوام؟ إيه؟ شو قرابته للنبي عليه الصلاة والسلام؟ ابن أيوة مين أخوه؟ عبد الله بن الزبير، عروة بن الزبير، عبد الله بن الزبير، مصعب بن الزبير. عروة بن الزبير قال لابنه هشام: كتبت العلم؟ قال: نعم. قال: عرضت كتابك؟ يعني حررت بعد الكتابة، اللي بنسميها تحرير، حررت على الشيخ ما كتبت؟ قال: لا. قال: لم تكتب. قال: لم تكتب. مرة كتبت مسألة ذكرها شيخنا رضي الله عنه، كنا في جدة، ثم قلت له: مولانا أحررها عليكم؟ قال: نعم. فبدأت أقرأ، قال لي: لا، قف أولا، لأنه في حضور كثير في القاعة في الصالة يبدو يسمعوا الشيخ حتى تعم الفائدة. قال لي: قف. وقفت. قال لي: وارفع صوتك. هيك هذه مش تربية، مع بربينا بل. ما قلت له: شوف حدا غيري، شو جاي اعمل عنده؟ انا جاي اتربى، جاي اتعلم. وفي علوم الحديث لابن الصلاح عن الاخفش رحمه الله تعالى قال: اذا نسخ الكتاب ولم يعارض ثم نسخ ولم يعارض خرج اعجميا، ما كانك كاتب بالعربي. تعرفوا في لعبه كانوا يلعبوها، بيجي واحد، بيكونوا شي خمسه سته اشخاص، بيجي واحد يوشوشه الذي يعني ازاءه، بقول له كلمه هيك على الواطي، هيدا بده ينقلها اللي جنبه، هذا اللي بده ينقلها اللي جنبه، بتوصل للاخر شو موضوع ثاني ما له علاقه، ما له علاقة بالكلمة الأولى، كل واحد حسب ما عم يسمع. الكتاب إذا نسخ كتبت لكن لم تعارض، لم تحرر، لم تعارض نسختك على نسخة الشيخ التي عنده مثلا، ثم نسخ غيرك من نسختك ولم يعارض، ثم نسخ آخر من نسخة الثاني ولم يعارض، توصل لواحد الكتاب شو كأنه مكتوب بالأعجمية، الجمل منا مرتبطة ببعضها. وقديما قيل: آفة الأخبار نقلتها بالشعر، وما آفة الأخبار إلا رواتها. آفة الأخبار نقلتها، لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. أما بظن الشيخ قال هيك ويمكن قال هيك، هذا منه نقل، هذا بخوف، هذا بخوف. العاقل اللي خايف على نفسه ما بيأخذ منك، بياخذ منك اخي، روح اتيقن من اللي عم تحكيه وبعدين تعال احكي.
فلا ينبغي أن يرضى طالب العلم لنفسه أن يكون ناقل باطل بإهماله وتقصيره. رحت عند الشيخ، رحت سمعت الدرس، سمعت كتبت الدرس، كتبت والمهم هاي دفتري نقول منه الدرس، ولكن غلط في أشياء، فايت بعض في أشياء ما سمعها وزاد على ما سمع، ما بقريك بالجملة، الجملة ما بقريك به، صار الموضوع آخر أو ضد الكلام الذي قاله الشيخ مثلا، بروح هذا بينسخ منه. حصلت على درس أخذته من اللي كتبه وخذ، ولم يعارض هذا الدرس، صار ناقل باطل، هو مراده أن ينقل درسا شرعيا، صار ناقلا للباطل. حصل مرة زمان في السبعينات هذا الكلام، أنني غبت عن درس للشيخ، كان عم يشرح بالمختصر، الشيخ أول ما طالع المختصر، غبت عن درس عن يوم يعني، فلما حضرت في اليوم التالي أريد أن أحصل ما فوتت على نفسي، أخذت دفترا من أحد أحبابنا فوجدت وأنا أكتب عبارة ما فهمتها، غير واضحة، عكس الكلام اللي قبلها، ضد الكلام اللي قبلها، فأخذت دفتر واحد آخر فوجدت نفس العبارة، ثم دفتر ثالث فوجدت نفس العبارة، طلعنا قليل من بعض، فلم أكتبها، وكان في ذلك الوقت سهل الدخول إلى غرفة الشيخ، كان الشيخ في غرفته، دخلت عليه قلت له يا مولانا أقرأ عليك هذا المكتوب من دفتر أحدهم. الشيخ غضب لما سمع تلك العبارة، غضب، قال كيف تسمعون، كيف تكتبون، أنا ما قلت هذا. المولانا ما العبارة الصحيحة؟ فأملاها علي، فخرجت إلى الصالون حيث كان يجتمع أحبابنا، فقرأت عليهم عبارة الشيخ وكلهم صوب صح، يعني أصلح الخطأ الذي عنده. هذه أمانة شرعية، هذه أمانة شرعية، بدك تكون قد الأمانة، لو تعبت بدك تأدي الأمانة، لو تعبت ما فيك تهمل هذا الأمر، ما فيك تطنش وتقول يعني جزء منها، يلا ما هذا الجزء قد يضيع على الناس الباقي، ما أنك تامة، ما أنك كاملة. وليكن يعني طالب العلم، هذا الكلام اللي عم نحكيه من أول ما بدأنا بهالكتاب إلى الآن، هذا خلاصة وزبدة ما ذكره العلماء في كتب كثيرة، يعني جزى الله عنا الشيخ سمير القاضي خيرا، تعب في تحضير هذا الكتاب، تعب، واضح الجهد المبذول، واضح كثرة المراجع التي رجع إليها. حتى يطلع هذا الكتاب على هذا الضبط. قال وليكن حريصا على أن يفهم، يعني طالب العلم، ما يلقى إليه. الشيخ عم يحكي ما فهمت الجملة مرات، شو بدي أسأله، أنا الباقيين فكروني ما بفهم فيسكت، لا اسأل، إن لم تفهم اسأل مرة واثنين وثلاثة وأربعة حتى تفهم. وليكن حريصا على أن يفهم ما يلقى إليه، مش بس هيك، وعن الحجة فيه. شو الدليل على ذلك؟ يا شيخنا أنت قلت الحكم كذا وكذا وكذا، ما الدليل عليه؟ ما كنا الشيخ نسمع منه أحاديث كثيرة، مولانا من رواه؟ فلان،
صار عندك الحديث وعندك الراوي. أما إن لم يذكر لك الراوي وسمعت منه الحديث، وين بدك تفتش على الحديث؟ وين بدك تطلع إسناده للحديث؟ وين بدك تطلع رجال الحديث؟ بكم كتاب بدك تفتش إن وجدت الحديث؟ مرة أحد إخواننا المشايخ، الشيخ كان ذاكر حديث رواه مسلم، وهذا الحديث مما لم يقبله الحفاظ الذين عرض عليهم الإمام مسلم صحيحه لما جمعه، عرض كتابه على عدد من حفاظ زمانه فقبلوه ما عدا أربعة أحاديث. كيف نعرف هالكلام؟ لأنه الإمام مسلم نفسه في مقدمة الصحيح ذكر هذا، هو قال أنا عرضت كتابي على عدد من الحفاظ فقبلوه باستثناء أربعة أحاديث ما قبلوها. من جملة هذه الأحاديث الحديث الذي فيه أن الله تعالى يخلق فداء عن العصاة من أمة محمد من اليهود والنصارى يدخلهم جهنم، غير اليهود والنصارى اللي ماتوا على النصرانية واليهودية وكذا، لا، يوم القيامة يخلق أناسا يهودا ونصارى يعذبهم بدل العصاة من أمة محمد في الفداء. فداء. هذا الحديث لم يصح. أحد إخواننا المشايخ، تعرفوا إحنا زمن الكمبيوتر وزمن موجود صحيح مسلم سي دي موجود على الإنترنت موجود، قاعد يبحث 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 عن هذا الحديث ما كان يجده في صحيح مسلم. رجع إلى الشيخ قال له مولانا لم أجد الحديث في صحيح مسلم. قال له هو في مسلم، وذاك يرجع يفتش. مولانا هو خايف إنه الشيخ يكون قال هذا رواه مسلم وما طلع، الشيخ نسي أو شيء. شيخنا حافظ كما تعرفون، الشيخ عبد الله حافظ. الشيخ قال له هو في مسلم، أنت ما عرفته كيف تبحث؟ حتى أنا كنت عم شارك معه بالبحث، إلى أن مرات ومرات حاول، بعد تقريبا أسبوع أسبوعين وجد الحديث في مسلم. وجد الحديث في مسلم. وليكن حريصا على أن يفهم ما يلقى إليه وعن الحجة فيه، وليستفهم عن ذلك بأدب، أدب مع الشيخ وأدب مع هذا العلم الذي يتلقاه عن هذا الشيخ، وليتحين له لسؤاله الوقت المناسب من غير أن يطلب من الشيخ تكرار ما قد سمعه ووعاه. سمعته وعيته وفهمته، ليش عم ترجع تسأله للشيخ وتكرر بأشياء أنت خلاص فهمتها؟ ومن غير أن يستفهم عما فهمه، فإن ذلك يؤدي إلى إضجار الشيوخ. ما دام إنسان يصيبه الضجر، حتى قالوا إعادة الحديث أحيانا أشد من نقل الصخر، أشد من نقل الصخر، لأنه هون العلماء الحفاظ المحدثون لما يذكرون حديثا حريصين على شدة الضبط، مش واحد يجر المرفوع وينصب المجرور ويغير معنى الحديث وإلا قال رسول الله. لا يجوز لمن لا يعرف النحو أن يروي حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
إلا إن كان يضبطه سماعا من الثقة. هيك حفظته من الثقة، هيك قاله الثقة. إيه لو ما بتعرف بالنحو، أما منك سامعه بدك تقول قال رسول الله، لا عم تقرأ من البخاري. إذا أنت ضعيف بالنحو ما بتعرف هذا مرفوع ولا منصوب ولا مجرور، لا يجوز لك، لأنه هذه الفتحة والضم والكسرة بتغير المعنى في كثير من الأحيان. فصار كلامك على خلاف ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر منه هين، نرجع نقول مسؤولية كبيرة. اللي بده يطلع بهذه المسؤولية بده يسعى يكون قدها، اللي بده يحمل هذه المسؤولية بده يسعى يكون قدها. فبالإسناد إلى البيهقي في المدخل، يعني عن أحمد بن حنبل قال ثنى حدثنا عبد الرزاق ثنى معمر قال سمعت الزهرية، الزهري شهاب الدين الزهري من أول من جمع حديث النبي عليه الصلاة والسلام. شهاب الدين الزهري من أوائل الذين جمعوا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. الصحابة ما كانوا يفعلون ذلك، النبي ما أذن لهم حتى لا يختلط الأمر بين كلامه وبين القرآن، ما أذن لهم بتدوين حديثه في أول الأمر. فالزهري شهاب الدين الزهري من أول من دون حديث النبي عليه الصلاة والسلام. قال سمعت الزهري يقول نقل الصخر أيسر من تكرير الحديث، لأنه نقل الصخر في تعب جسماني، بس وين المسؤولية الشرعية الدينية مثل تكرار حديث؟ لكن هذا لا يعني أن يهمل الطالب الاستفهام في موضعه بسبب الحياء، لا ينبغي أن يمنعه حياؤه عن الاستفهام، حيث ينبغي أن يستفهم براعي اللي ذكرناه، لكن لما يحتاج إلى الاستفهام يستفهم. فقد روى أبو نعيم، يعني الأصبهاني، في الحلية، في حلية الأولياء كتاب، وغيره، إن هذا العلم، علم الدين، لا يتعلمه مستحٍ ولا متكبر. إن هذا العلم لا يتعلمه مستحٍ ولا متكبر. المستحي ما فهمان شو عم يسمع وبيستحي يسأل، وين العلم اللي حصل؟ ما في. كذلك الذي يأنف من أن يأخذ العلم عمن يعتبره أدنى منه شأنا، هذا أيضا لا يحصل له علم، لا يحصل العلم. ويروي شيخنا رضي الله عنه بإسناده إلى البيهقي في كتاب مناقب الشافعي، والبيهقي بإسناده عن الشافعي رضي الله عنه أنه قال من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم. العلم في مسائل دقيقة، فإذا عم تأخذ علم دقق، دقق فيه، يعني بمعنى حتى تفهم هذا العلم الذي تلقيته حتى تكون متمكنا منه. يعني خليني أعطي مثال هيك على السريع، وما رح أحكي بالتفصيل هلأ، إن شاء الله سيأتي الوقت إنه نحكي بالتفصيل. هذا العلم الذي يجب على كل مكلف أن يعلمه، شو اسمه؟ علم الدين الضروري. اسمه علم الدين الضروري. شو يعني ضروري؟
ما معنى ضروري؟ لا يتم الدين إلا به. يعني الذي لا يجوز لكل مكلف أن يجهله، بس لا ما هيك معنى ضروري. ليش سمي بالعلم الضروري؟ مع أنه نحن شو منقول؟ العلم علمان ضروري لا يحتاج إلى استدلال ونظر يهجم على القلب، كأن تقول الجزء أصغر من الكل، جزء الحائط أصغر من كل الحائط، هذا ما بده تفكير ولا بده نظر ولا بده استدلال. كأن إذا وضعت يدك في الثلج بتقول باردي، تفكر هذه بسبب باردي ولا منا باردي؟ إذا حطيت إيدك على النار تقول حارة أو ماء ساخن، تقول حارة، هذا بدون استدلال، ما بتحتاج تحط له مقدمتين ونتيجة لتوصل لهذا الجواب، هذا اسمه ضروري. لكن علم الذي تعرف به أحكام الصلاة والصيام منه هيك، منه هيك، ومع ذلك سموه علما ضروريا. ليه؟ لما نوصله بنحكي عنه. ليش عم بقول هالكلام؟ بدي اعطي مثال انه حتى بالمختصر، باول سطرين من المختصر، شو اسمه الكتاب؟ مختصر عبد الله الهرري الكافل بعلم الدين الضروري. طيب شو يعني ضروري؟ قديه صار لك اخذ هذا الكتاب؟ وكم مره مرق عليك؟ وكم مره سمعت هالكلمه هالعباره؟ شي مرة خطر ببالك تسأل ليش اسمه ضروري؟ هو اللي عم نحكي، فليدقق من تعلم علما فليدقق فيه لئلا يضيع دقيق العلم، لئلا يضيع دقيق العلم. أيضا شيخنا يروي في كتاب مناقب الشافعي للبيهقي، وهذا الإسناد ثابت عن الربيع بن سليمان أنه قال سمعت الشافعي يقول مثل الذي يطلب العلم بلا حجة، بدون ما يعرف الدليل، بدون ما يعرف الدليل، كمثل حاطب ليل يحمل حزمة حطب، يعني يحتطب، يذهب إلى الغابة في الليل ليحتطب، ما معه إضاءة، ما معه شيء، عم يلم بهالحطب، يحمل حزمة حطب وفيه أفعى تلدغه في هذا الحطب وهو لا يدري، وهو لا يدري. كثر المعلومات يعني نوقف هيك، خلونا نقف هنا. احيانا براعي هذا الوضع انا، لو ما خلصنا بعد الساعة الدرس، لكن كمية المعلومات يعني من راعي ما حصلتموه. هللوا وصلوا على رسول الله. لا إله إلا الله، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.